محمد الظاهري، لاعب كرة القدم. محمد الظاهري اسمه بالكامل محمد سالم الظاهري، ولد 16 يناير 1991، عمره 32 عام. بالنسبة لطوله متر 74 سنتي. أما عن مركز لعبه هو ظهير أيسر، وجنسيته إماراتي. يلعب حاليا مع نادي الديوانة. أما عن مسيرته الشبابية مع نادي الوصل أعارة عام 2014 إلى 2015، ومع نادي الوحدة، ولعب مع نادي الشارقة، ولعب مع نادي دبا من 2020 إلى 2021.